هو زي ما انت حضرتك بتقول، هو النادي الاهلي ما بيدورش على مصلحته بس، هو النادي الاهلي بيتكلم بمنطق العدل، والعدل على الجميع. بنتكلم بمنطق ما انا ان هو بتكلم لا يصح لحضرتك، الا صحيح. هل دلوقتي الفريقين اللي بيستعدوا لاهم نهائي واول مره يحصل في دوري ابطال افريقيا وعلى مستوى القاره، يعني حدث مهم جدا، هل احنا المفروض نسهل ولا المفروض نعمل ايه؟ ضروري ان رئيس النادي يتحرك اكثر مره، وناقش قبل كده برضو مع عامر الجنايني في اكثر في مساله. يعني عاوز اقول انه بامانه شديده، يعني رغم كل الكلام اللي بيتقال، ومش عاوز احط البيت كله في سله واحده واقول اللي بسبب موقف، لا، في حاجات اتعملت، في حاجات يتوجب ان يكون فيها تفاهم، يكون فيها طرح لمصلحه الانديه والحفاظ عليها، لانك انت اللي بتدير اللعبه. اذا كان الاتحاد الدولي بيقول لك 6 ديسمبر مثلا اخر ميعاد، انت تقول له 19 واحنا اتفقنا، يا سيدي انت اللي بتحدد، مش الاتحاد الدولي حاطط في مصر، انت اللي بتقول. انت ليه بتحط الاتحاد يقول لك اصل هو بعد ما بعتلكش، انت اللي بعت وانت اللي عاوز كده، وانت عندك هدف في دماغك. ولو كان في هدف في دماغك وعندك حاجه عاوز تعملها تضر بيها النادي، لا هتبقى مشكله، هتبقى مشكله واضحه ومعروفه، مش تعرف تهرب منها. لكن المساله اللي عايز اقول انه الوقت ده محتاج انك انت توفر اجواء، خاصه انه ايه، هو النادي الاهلي جزء من تركيبه المنتخبات الوطنيه. اكيد والنادي طبعاً. الاهلي ايه يا جماعه؟ هو النادي الاهلي جاي بيلعب من بره، هو ليه المواقف الغريبه ومش مفهومه؟ يعني هل لو قلنا لا الموقف ده هيستفيد منه الاهلي وحده؟ لا يا سيدي، لو هيستفيد منه النادي الاهلي خلاص يا عم، خد يا عم موقف عن النادي الاهلي، ما دام هو الاهلي هتبين نفسك انك انت جامد والاهلي ما مشيش عليك كلام، ما دامت هي المشكله كده. لكن لما بيستفيد منها كل الانديه المشاركه في البطولات الافريقيه مثلا، ما تاخد قرار وتوضح وتقول احنا عندنا موقف، ان احنا هدفنا من 19 نوفمبر، موسمك الجديد ده لسه هيبدا في 6 ديسمبر، يعني موسم الجديد عندك نهائي الكاس، هو موسمك انتهى، انت عندك نهائي الكاس هينتهي 5 ديسمبر، انت كنت محدد نهائي الكاس يوم 29 نوفمبر، وبعد كده لما تحدد نهائي دوري ابطال افريقيا 27 نقلت نهائي الكاس الى يوم 6 الى يوم 5، وعملت السيمي فاينل مش عارف يوم 1 او 2. يعني عاوز اقول لك ايه، وكمان قال لك ده، كمان قال لك